زي ما كنا بنوه في بداية الحلقة خالص، الملف ده مهم جدا. الصحة أكيد. النفسية للطفل مهمة جدا، طبعا الرياضة انعكاساتها النفسية طيبة جدا على الأطفال وعلى الإنسان في العموم، وبتبقى عادة لو ابتدى الطفل من هو يمارسها من صغير الصغر، بتبقى عادة، على عكس انت لما تكبر بقى وتبتدي حتى تمارس رياضة في الجيم تبقى صعبة شوية. فخلينا نبدأ من هنا، وإيه اللي المفروض يتم اتباعه مع الأطفال علشان يحبوا أصلا ممارسة الرياضة؟ خليني اقول كده في البدايه، زي ما حضرتك قلت كده، ان في فرق، او في ناس بتقول ان الرياضه في وقت الدراسه بتخلي الطفل مش مركز، او ان هي بتاخد من وقت المدرسه، وطبعا ده مفهوم سلبي وخاطئ جدا بشكل كبير قوي. حاجه تانية مهمه، بنقول في مثل كده شعبي بيقول ايه، في الحركه بركة. بركه. فالبركه بتيجي منين؟ الواحد طول ما هو بيتحرك، طول ما هو قايم قاعد رايح جاي، كل ده نشاط عقلي، نشاط ذهني، نشاط بدني الشخص بيقوم بيه. فبالتالي غير الطفل التاني او شخص تاني طول الوقت قاعد خملان كسلان مش قادر يقوم، حاسس بالبلاده، حاسس ان هو مش قادر يتحرك. فبالتالي الرياضه بشكل عام، اي رياضه الانسان هيمارسها في حياته دي مهمه جدا بالنسبه له. طيب مهمه في ايه بقى؟ هنلاقي ان الرياضه مهمه في حاجات كتير، او اهمها عندي الرياضه الصحيه او الجسمانيه او البدنيه، ان هي بتقوي العضلات، بتقوي عضلات القلب، الجسم، الصحه العامه بشكل عام بتكون قويه جدا وهايله جدا، بدليل ان احنا بنلاقي الشخص الرياضي شكله كده مختلف عن الشخص البدين او اللي هو ما بيمارس اي نوع او اي نشاط من الرياضه. عندي بقى الصحه النفسيه او اهميه الرياضه من الصحه النفسيه، ودي بقى اهمهم قوي. ليه؟ لان بقول مثلا ان الشخص اللي دايما بيمارس رياضه سواء لعبه فرديه او لعبه جماعيه بتفرق معاه كتير قوي، عنده قدره على الصبر، عنده قدره على التحمل، عنده قدره على التعاون، عنده قدره في ان هو يكون عنده يشارك في اي نشاط اجتماعي مع زملائه جوه الفريق، غير طفل تاني او شخص تاني طول الوقت قاعد لوحده حاسس بالعزله، حاسس بالوحده، مش قادر ان هو يندمج مع المجتمع، مش قادر ياخد قرار في اي حاجه، عنده ضعف في الثقه بنفسه، عنده مشاكل دراسية، عنده النشاط العقلي أو التفكير الذهني ضعيف جدا. علشان كده بنقول طول ما الطفل بيمارس رياضة وهو صغير، طول ما التحصيل الدراسي عنده بيكون عالي ومتفوق جدا. حضرتك بتقولي إن في أطفال مش بيبقوا عارفين يتفاعلوا مع المجتمع، ده في أطفال مش عارفين يتفاعلوا مع أهلهم، لأن هم قاعدين طول الوقت تقريبا ما بيشيلوش يعني عينيهم من على التليفون الايباد او التليفون والاجهزه الالكترونيه والالعاب الالكترونيه الى اخره. فالى اي درجه برضو بتبقى الرياضه هنا مهمه، ولازم الاهالي اللي بيشتكوا من ولادهم في التفصيله دي يعيدوا توجيههم للناحيه الثانيه بقى اللي هي بتاعت ممارسه الرياضه. خليني اقول عشان اشجع ولادي على ان هم يمارسوا رياضه، اول حاجه ان انا اكون قدوه او نموذج ليهم، ده نمبر 1. ما ينفعش يبقى اب مثلا ما ينفعش جسمه كسلان بدين او قاعد في بياكل كرش اكل غلط طول الوقت، بياكل طول الوقت عمال ياكل وخلاص، لا، كل دي نماذج سلبيه. احنا للاسف ولادنا بيقلدونا في كل حاجه بنعملها، كل حاجه، الحاجه الكويسه بيقلدونا فيها والحاجه الوحشه كمان بيقلدونا فيها. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون نموذج جيد، او على الاقل نصدر لاولادنا ان احنا نماذج جيده، بلاش يعني احنا مش هنغير في نفسنا عشان احنا كبرنا شويه، لكن على الاقل نوجه ولادنا ان ده نموذج جيد وان ده الصح والمفروض ان انت تعمل الحاجات دي. الحاجه الثانيه حضرتك قلتها برضو، الالعاب الالكترونيه او التليفون او التابلت او التلفزيون او الحاجات دي كلها. انا بشوف ان الالعاب الالكترونيه بشكل عام هي وسيله جيده للترفيه، ولكن في حدود معينه، في وقت معين، مش طول الوقت. بلس ان انا ما اشجعوش طول الوقت ان هو يمسك التليفون او ان هو يلعب لعبه رياضيه على ان هو او يفضلها عن نشاط رياضي الطفل المفروض يقوم بيه، لان اكيد في فرق كبير بين الاثنين. طبعا لعبه على التليفون غير لعبه ان هو بيمارسها وبيقوم طبعا بيها بنشاط. طبعا. طبعا.